نعم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين فيقول العلامة شرف الدين العمريط رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة قال رحمه الله كل صلاة لم يكن لها سبب في الخمسة الأوقات حتما تجتنب من بعد فرض الصبح من وقت الأداء إلى طلوع الشمس عند الابتداء وبعد ذلك الطلوع المعتبر إلى ارتفاع الشمس رمحا في النظر وعند الاستواء وعند الاستواء إلا الجمعة فالنفل فيها جائز إن أوقع وبعد فاض العصر لاصفرارها عند الغروب ثم لاستتارها قال رحمه الله تعالى فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلاه المراد بالكراهه هنا الكراهه التحريميه فالصلاه في هذه الاوقات الخمسه تكره تحريما لا تنزيها ومع ذلك ايضا فانها لا تنعقد واضح لا تنعقد الصلاه اذن الصلاه في هذه الاوقات الخمسه تكره تحريما ولا تنعقد واضح؟ ولذلك قال في البيت الاول كل صلاه لم يكن لها سبب في الخمسه الاوقات حتما تجتنب، ما معنى حتما؟ اي تجتنب وجوبا، فدل على ان المراد بالكراهه هنا الكراهه التحريميه، تمام؟ ما هي الصلوات التي ينهى عنها في هذه الاوقات الخمسه؟ الجواب الصلوات التي ينهى عنها في هذه الاوقات الخمسه هي الصلاه التي لها سبب متاخر والصلاه التي هي نفل مطلق. الصلاه التي لها سبب متاخر مثل صلاه الاستخاره فان سببها وهو الاستخاره متاخر يرحمك الله واضح والصلاه التي هي نفل مطلق ما معنى نفل مطلق؟ اي انها لم تتقيد بوقت فليس لها وقت ولم تتقيد بسبب فهذه الصلوات هي التي ينهى عنها في هذه الأوقات الخمسة فمن صلى صلاة ذات سبب متأخر أو صلى نفلا مطلقا في هذه الأوقات الخمسة نقول له لا تنعقد صلاتك واحد والأمر الثاني نقول له وتكون آثما لأنك ارتكبت أمرا هو مكروه كراهة تحريمية فقال كل صلاه لم يكن لها سبب في الخمسه الاوقات حتما تجتنب ما هي الخمسه الاوقات سيذكرها لك واحدا واحدا فقال من بعد فرض الصبح من وقت الاداء الى طلوع الشمس عند الابتداء الوقت الاول من بعد صلاه الصبح واضح الى متى الى ابتداء طلوع الشمس قال من بعد فرض الصبح من وقت الاداء الى طلوع الشمس عند الابتداء هذا الوقت الاول الوقت الثاني قال وبعد ذلك الطلوع المعتبر بعد ان تطلع الشمس الى ان ترتفع قدر رمح واضح بعد طلوع الشمس الى ان ترتفع الشمس قدر رمح قال وبعد ذلك الطلوع المعتبر الى ارتفاع الشمس رمحا في النظر ومقدار ارتفاع الشمس رمح يساوي بالدقائق تقريبا ستة عشر دقيقة أي بعد أن تطلع الشمس هذا وقت نهي إلى متى حتى ترتفع الشمس قدر الرمح كم من الوقت من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح تقريبا ستة عشر دقيقة إذا هذا الوقت لا يصلي فإذا مر إذا مر إذا, مر إذا مضى نحو ستة عشر دقيقة بعد طلوع الشمس نقول وقت الكراهة انتهى فالآن يمكن للإنسان أن يصل فقال وبعد ذلك الطلوع المعتبر إلى ارتفاع الشمس رمحا بالنظر قلت لكم ستة عشر دقيقة لأنه يساوي أربع درجات وكل درجة بأربع دقائق أربع درجات في أربعة يكون كم ستة عشر دقيقة الآن كم أوقات ذكر ذكر وقتين صح بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح تمام قال وعند الاستواء هذا الوقت الثالث ومعنى الاستواء اي حينما تكون الشمس وسط السماء فاذا كانت الشمس وسط السماء قبل الزوال تمام وهذا وقت يسير فهذا وقت نهي قال وعند الاستواء في كل ايام الاسبوع وقت الاستواء وقت النهي الا في يوم الجمعه ولذلك قال وعند الاستواء الا الجمعه واضح هذا الوقت الثالث قال فالنفل فيها اي فالنفل في يوم الجمعه وقت الاستواء فالنفل في يوم الجمعه وقت الاستواء جائز ان اوقعه يعني لو صلى نفلا مطلقا او صلى نفلا له سبب متاخر يوم الجمعه وقت الاستواء فهذا جائز تمام؟ قال وعند الاستواء إلا الجمعة فالنفل فيها جائز إن أوقعه ثم قال وبعد فرض العصر لاصفرارها الوقت الرابع بعد فرض العصر في هذا الوقت الذي نحن فيه الآن بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس إلى اصفرار الشمس هذا وقت نهي عن الصلاة هذا الوقت الرابع تمام الوقت الخامس قال لاصفرارها عند الغروب ثم لاستتارها أي عندما تصفر الشمس حتى تستتر ما معنى حتى تستتر؟ حتى تغرب فمن وقت الاصفرار إلى غروب الشمس هذا الوقت الخامس إذا مرة أخرى نعيد الأوقات وقت الأول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح وقت الثالث حينما تكون الشمس وسط السماء الوقت الرابع بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس وقت الخامس من وقت الإصفرار حتى يكتمل غروب الشمس كم صارت أوقات؟ خمسة في هذه الأوقات الخمسة يحرم أن يصلي نفلا مطلقا أو نفلا له سبب متأخر إذا تقرر هذا بارك الله فيكم نقول يستثنى من هذا وقت الاستواء يوم الجمعة كما ذكر ذلك الناظم ويستثنى من ذلك أيضا حرم مكة ففي حرم مكة لا ينهى عن الصلاة حتى في هذه الأوقات فله أن يصلي نفلا مطلقا وله أن يصلي ما له سبب متأخر حتى في هذه الأوقات واضح أو لا؟ إن شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة الجماعة اقلها امام وماموم هذا اقل الجماعه اقل الجماعه اثنان امام وماموم فقال هنا مبينا حكم صلاه الجماعه قال صلاتنا جماعه امر ندب في الخمس والمنصوص انها تجب في متن ابي شجاع قال القاضي ابو شجاع رحمه الله صلاه الجماعه سنة مؤكده المعتمد في المذهب ان صلاة الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية اذا القاضي ابو شجاع هل جرى على معتمد المذهب او خالف معتمد المذهب؟ خالف معتمد المذهب واضح الناظم وعد في البداية ان صاحب المتن اذا خالف المعتمد انه سيذكر المعتمد صح انظر ماذا قال وحيث جاء الحكم في كتابه مضعفا اتيت بالمفتى به مبينا ما اختاره بنقله وربما حذفته من اصله فالان القاضي ابو شجاع ذكر حكما مضعفا في المذهب فهو ذكر ما ذكره ابو شجاع وبين انه خلاف المعتمد فقال صلاتنا جماعة أمر ندب هذا قول القاضي أبي شجاع في الخمس والمنصوص المعتمد أنها تجب ما معنى تجب؟ أي تجب وجوبا كفائيا تجب وجوبا كفائيا هذا المقصود أي أنها تجب وجوبا كفائيا صلاتنا جماعة جماعة هذا منصوب على أنه حال أي صلاتنا حال كونها جماعة وصاحب الحال هو الضمير المضاف إليه في قوله صلاتنا نا هذا النأ وهذا يصلح مثالا عندما يكون صاحب الحال مضاف إليه يصلح مثالا حينما يكون صاحب الحال ماذا؟ مضاف إليه مثاله في القرآن الكريم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا حال من صاحب الحال أخيه صح أيحب أي أحدكم أن يأكل لحم مضاف أخيه مضاف إليه لحم أخيه ميتا فكرهتموه فقال هنا صلاتنا جماعة أمر ندب في الخمس أي في المكتوبات الخمس والمنصوص أنها تجب لذلك نقول انتبه معي ما حكم الجماعة في الصلوات الخمس الجواب الجماعة في الصلوات الخمس حكمها فرض كفاية ما حكم الجماعة في العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان الجواب الجماعة في هذه مسنونة واضح ولا لا؟ ما حكم الجماعة في غيرها من الرواتب كان نصلي مثلا سنه المغرب جماعه كان نصلي سنه العشاء جماعه كان نصلي سنه الصبح او سنه الظهر جماعه ما الحكم مباح واضح اذن الجماعه قد تكون فرض كفايه في المكتوبات الخمس وقد تكون مستحبه في العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان وقد تكون مباحه في الرواتب وقد تكون الجماعه فرض عين في الجمعه فالجماعه في الجمعه ما حكمها فرض عين هذه كم احكام اربعه مره اخرى تكون الجماعه فرض عين في الجمعه واضح وتكون الجماعه فرض كفايه في المكتوبات الخمس وتكون الجماعة مسنونة في العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان وزد على ذلك صلاة الجنازة تمام وتكون الجماعة مباحة في بقية الرواتب كم هذه أربعة أحكام تمام فهنا يتكلم على المكتوبات الخمس ولذلك قال صلاتنا جماعة أمر ندب في الخمس والمنصوص أنها تجب أي تجب وجوبا كفائيا هذا المراد ثم بدأ يذكر لك شروط الجماعة نذكر بعض هذه الشروط والباقي نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله فقال والشرط في المأموم للإمام الشرط في المأموم هذا شرط يتعلق بمن؟ بالمأموم والشرط في المأموم للإمام نيتها في حاله الاحرام واضح يجب على الماموم انتبه معي يجب على الماموم ان ينوي الجماعه ان ينوي الاقتداء ان ينوي انه ماموم تمام ان ينوي الماموميه في صلاته واضح لان الماموم يربط صلاته بصلاه غيره فيجب عليه ان ينوي الاقتداء فقال هنا والشرط في المأموم للإمام يعني هذا هذا ليس شرطا في الإمام هذا شرط في المأموم فقط طيب وفي الإمام هل يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة لا يجب إلا في أربع صلوات إلا في الجمعة إلا في المعادة إلا في المجموعه تقديما بالمطر إلا في المندورة جماعة سندرسها بالتفصيل في نيل الرجاء لا نذكرها الآن لكن إجمالا نية الاقتداء واجبة في حق المأموم مستحبة في حق الإمام هذا إجمالا واضح فقال والشرط في المأموم للإمام نيتها نية ماذا الضمير يعود على ماذا على الجماعة نية الجماعة نيتها في حالة الإحرام أن ينوي الاقتداء في حالة الإحرام ينوي الاقتداء في حالة الإحرام هذا هو الأكمل الأفضل لكن هل يصح أن المأموم ينوي الاقتداء بعد حالة الإحرام أو لا يصح واضح السؤال هل يصح أن المأموم ينوي الاقتداء بعد حالة الإحرام أو لا يصح يعني ما صورة المسألة صورة المسألة مثلا زيد منا يصلي منفردا هنا يصلي الظهر منفردا فجاءت جماعة جاءت جماعة فهؤلاء الجماعة يصلون الظهر أيضا تمام فزيد قد بدأ قبلهم فدخل نوى الاقتداء بهم انتقل من ماذا إلى ماذا؟ انتقل من منفرد إلى مأموم صح؟ الآن هذا الانتقال حصل في أثناء الصلاة وليس عند تكبيرة الإحرام، هل يصح أو لا يصح؟ الجواب يصح يصح، واضح لكنه لا ينال ثواب الجماعة قال الشافعي يصح لكن لا ينال ثواب الجماعة لأنه مكروه تعرف لماذا مكروه لأن بقية المذاهب قالوا هذه الصورة لا تصح أنه ينتقل من كونه من كونه منفردا إلى كونه مأموما الجمهور من العلماء أكثر العلماء قالوا لا يصح الشافعية وحدهم قالوا يصح فهمتم فالشافعيه قالوا يجوز انه ينتقل من ايش من منفرد الى ماذا الى ماموم يجوز ان ينتقل من منفرد الى ماموم فهمنا طيب اذا انتقل من منفرد الى ماموم على كلام الشافعيه متى ينوي الاقتداء عند الانتقال ومع ان الان الانتقال لم يكن عند تكبيره الحرام بل كان في اثناء الصلاه إذا هنا لما قال في حالة الإحرام هذا بيان الأكمل للأفضل أن تكون نية الاقتداء عند الإحرام لكن ممكن نية الاقتداء تكون في أثناء الصلاة فهمتم ولا لا؟ واضح؟ طيب أنا أعيد المسألة مرة أخرى باختصار فانتبه معي لو أن زيدا من الناس كان يصلي هنا منفردا صلاة الظهر فدخل ثلاثة من الرجال وصلوا الظهر فقام هذا الشخص وانتقل من كونه منفردا الى كونه مأموما، هل يصح او لا يصح؟ ماذا قالت الشافعيه؟ قالوا يصح لكن مع الكراهه يصح لكن مع الكراهه، الان هذا انتقل من مأموم من منفرد الى مأموم متى سينوي الاقتداء؟ عندما ينتقل هل وقعت نيه الاقتداء في بدايه صلاته او في اثناء صلاته؟ طيب هنا في الكتاب يقول في حالة الإحرام، نقول لما قال في حالة الإحرام هذا بيان الأفضل أن تكون نية الإقداء في حالة الإحرام، فلو حصلت نية الإقداء في أثناء الصلاة صحّ ذلك. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ طيب إذا تقرر هذا، لو قال قائل أنت قلت قبل قليل أنه لو تحول من منفرد إلى مأموم لا يحصل على ثواب الجماعة. صح؟ إذا تحول من منفرد إلى ماموم لا يحصل على ثواب الجماعة لوجود الخلاف بين العلماء لا يحصل على ثواب الجماعة طيب إذا أراده أن يحصل على ثواب الجماعة ماذا يفعل؟ نقول إذا أراد أن يحصل على ثواب الجماعة يقلب النية من فرض إلى نفل مطلق يعني مثلا هو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية يحولها من فرض إلى نفل مطلق تمام يحولها من فرض إلى نفل مطلق ويسلم من ركعتين ثم يدخل معهم من البداية فهمتم بهذا يحصل على ثواب الجماعة أرجو أن يكون واضحا لكم جيد هذه مسألة مهمة ونحتاجها أحيانا إذن أنا أكررها المرة الثالثة حتى تفهموها جيدا شخص بدأ صلاة الظهر منفردا تمام ثم جاءت جماعته فأراد ان يدخل معهم نقول لو دخلت معهم مباشره انتقلت من منفرد الى ماموم هذا لا يحصل لك به ثواب الجماعه لان انتقالك من منفرد الى ماموم هذا يجعل الجماعه فضيله الجماعه تذهب لان هذه كراهه تفوت تذهب فضيله الجماعه طيب ما هي الطريقة الأفضل؟ الطريقة أنك تقلب هذا الفرض إلى ماذا؟ إلى نفل مطلق تقلب هذا الفرض إلى نفل مطلق وتسلم مثلا من ركعتين ثم تدخل معهم لتدرك فضيلة الجماعة فهمة؟ إن شاء الله طبعا هذا له شروط وله تفاصيل في كتب الفقه في المطولات لكن هذا يعني المهم في هذه المسألة فقال هنا والشرط في الماموم للامام نيتها في حاله الاحرام، ثم قال: ويقتدي النساء بالرجال ولا يصح عكسه بحاله، هذا سأتركه لكم لأنه يعني طويل، ويقتدي النساء بالرجال ولا يصح عكسه بحاله، ولا اقتداء مشكل بجنسه ولا بأنثى بخلاف عكسه وغيره بمثله فليقتدي، تمام؟ هذا طويل نتركه في الدرس القادم ان شاء الله. نكتفي بهذا والله أعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين هل من سؤال؟